أعزائي نحييكم من طقس العرب ونستعرض سويا الأحوال الجوية التي ستسود بلاد الشام خلال الأيام القليلة القادمة. ظهر هذا اليوم ونتيجة لتدفق هواء بارد من أصل قطبي باتجاه شرق البحر المتوسط تكون ظهر هذا اليوم منخفض جوي فوق الجزر اليونانية. تحرك هذا المنخفض الجوي أصبح يتمركز مساء هذا اليوم فوق جزيرة كريت، ونتيجة لاستمرار تدفق هذا الهواء البارد سيتعمق المنخفض الجوي قليلا ويتحرك باتجاه الشرق ليتمركز ظهر يوم الثلاثاء إلى الغرب من جزيرة قبرص، ويستمر في حركته باتجاه الشرق بشكل بطيء بحيث يتمركز يوم ظهر ليلة الثلاثاء على الأربعاء إلى الشمال الغربي من جزيرة قبرص، وبالتالي ستكون المملكة أمام هذا المنخفض الجوي مما يؤدي إلى زيادة في سرعة الرياح وهطول الأمطار والثلوج فوق غرب وشمال سوريا وفوق لبنان أيضا. الحالة الجوية المتوقعة فيوم الثلاثاء نتوقع أنه يكون الجو تشتد سرعة الرياح، في أن الرياح نشطة مع حبات قوية بتحول الجو بشكل تدريجي إلى مغبر خاصة في منطقة شمال مصر وجنوب الأردن وشرق الأردن وبادية الشام وأيضا العراق. هذا طبعا يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية بشكل واضح في هذه المناطق. أيضا تهطل الأمطار في كل من شمال سوريا وغربها وفوق لبنان، كذلك تسقط الثلوج أيضا فوق المرتفعات اللبنانية والسورية أيضا المناطق الشمالية. يوم الأربعاء أيضا يستمر هبوب الرياح القوية واللي بتكون هباتها شديدة في أغلب مناطق بلاد الشام، بتكون مصحوبة بالعواصف الرملية والترابية خاصة في شمال مصر وجنوب وشرق المملكة وبادية الشام وأيضا العراق. يستمر هطول الأمطار في سوريا ولبنان مع تساقط الثلوج بكثافة فوق جبال سوريا ولبنان، في حين يمتد هطول الأمطار تدريجيا إلى شمال الأردن ومن ثم وسطها، بينما تسقط الثلوج تدريجيا فوق المرتفعات الشمالية، تمتد في ساعات ليلة الأربعاء على الخميس إلى أجزاء من المناطق الوسطى بما فيها غرب العاصمة عمان، كما ويحتمل سقوط بعض الثلوج فوق المرتفعات الجنوبية. تتراجع الفعالية الجوية قليلا يوم الخميس خاصة في الأردن وفلسطين، على أن يتجدد هطول الأمطار والثلوج مرة أخرى ليلة الخميس على الجمعة. هناك تحذيرات لهذه الوضعية الجوية التي ستسود خلال الأيام القليلة القادمة والتي ستصاحب هذا المنخفض الجوي. أول شيء نحذر من تدني مدى الرؤية الأفقية بشكل كبير بسبب الغبار في أجزاء كبيرة من مصر والأردن وفلسطين وجنوب سوريا والعراق وشمال السعودية. اثنين، أيضا نحذر من خطر اضطراب البحر وارتفاع الأمواج في البحر المتوسط وخليج العقبة وخليج السويس بشكل كبير، وخطر إيقاف عمل بعض الموانئ طبعا بسرعة الرياح الشديدة وارتفاع الموج. أيضا نحذر من خطر تراكم الثلوج وإغلاق الطرقات خاصة على الجبال في لبنان وسوريا وشمال فلسطين وشمال الأردن. خطر شدة سرعة الرياح من التي قد تصل سرعة هباتها أحيانا ما بين 80 إلى 100 كيلومتر في الساعة خاصة في المناطق الساحلية. شكرا لمتابعتكم وإلى لقاء في نشرة أخرى.